السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله متابعينا غالين. اليوم معنا تغطية سيراتو 2019 وحفل تجينه وتجربته. المقطع هذا بسوي لكم على ما قال مقطع بس مبدئي، وبنزل لكم مقطع ثاني بيكون فيه التجربة. هذا المقطع بعطيكم اللي هو المواصفات بس. طبعا صارت أطول عن اللي قبل وتغير جذري بالكامل، صارت أكثر ارتفاع وأطول من اللي قبل، والمحرك نفس المحرك اللي هو 2000 و1600، نفس المحركات بس حسنوها من ناحية صرفية الوقود ومن ناحية القوة. طبعا المكاين مثل ما قلت لكم 1600 و2000، قوة المكينة اللي هي 2000، قوة الأحصنة 150، وال 100 وال1600 قوتها، قوة الأحصنة 130. هذه فل كامل تجي ثلاث فئات، الفل كامل تجي جنط 17، والنصف فل تجي جنط 16، والستاندر تجي جنط 16 بس طيس. المعنى هذه فل كامل فيها شاشة 8 انش، اقول لكم طبعا الانوار الامامية كلها LED والخلفية LED، ستاندر طبعا ما تصير LED. فبركز انا اول شيء على الفل وبعدين اذكر لكم ستاندر والنصف فل والاشياء اللي فيها موجودة بالمقطع الثاني. هذه كشف الضباب، الانوار كلها LED، وعندك الليد النهاري، وعندك يا طول العمر حساسات امامية وخلفية. طبعا العزل صار افضل من اللي قبل من ناحية العزل الصوت والعزل الارضية والعزل اللي فوق. هذا الشكل الامامي، فيه الوان تقريبا اللي جايبين حول 20 سيارة، صراحة اشوفها روعة معنى الكلمة، ما شاء الله تبارك الله. عندنا يا طول العمر والسلامة، ووريكم الحين هذه اللي من الخلف، وبنركب داخل ووريكم. اعطونا رايكم. طبعا هي تنافس الكوريلا والمازدا 3 والانترا. اللون عجيب هذا. هل بوريكم السيارة من وراء، فيها تشغيل عن بعد، والمفتاح حقها نفس مفتاح الستينجر. شوف شوف ما شاء الله تبارك الله، والله صراحة جميل شكله من وراء. أربع حساسات ورا ومخرج شكمان واحد، اسطبات الإيدي. أعجبتني الخلفية صراحة، وهذه بعد شوفوا شلون اللون، يا عيني يا عيني. إن شاء الله التجربة الثانية، المقطع الثاني بيكون فيه تجربة وشرح تفصيلي أكثر وأكثر. بس خل بوريكم هذه الداخلية، صرفية البنزين تقريبا 16.3، هذا شكله من داخل. بس خلي اقصر لكم الصوت اول. الشاشة حجمها 8 انش ما شاء الله، صراحة صراحة جميل جميل جميل. شوفوا اللمبات الريوس وين تحت بس قدام، وهذا لمبات الفرامل. بصور لكم بالليل بعد الاضاءة وكل شيء، بس انا قلبتها عشان اضاءة الشمس اقدر اصورها من داخل. يعطيك العافية. هذه الداخلية كل هذه زرار تحكم اللي هو بالنوافذ، قفل مركزي، ذاكرة تخزين مراتب، كرسي كهرب، مراتب جلد. هذه الداخلية يا عين يا عين يا عين، تحكم يدوي متركسون. خل بس اثبت لكم، يا عيني والله شغل صراحة، شغل مرتب. هنا جايك التخشيب لون بيانو بلاك، وفيها نقط عمية بعد ما شاء الله، وزر فاصل مع الانزلاق، تحكم بالإضاءة، وهذا حساس حق ضغط الهواء وكفرات. شوفوا 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 الديكور، وشي قصة الديكور روعة ما شاء الله تبارك الله، جميل. الشاشة هذه مقاسة 8 انش. خلنا نبدأ بكم الحين. هنا هذه الزرار تحكم لو بالشاشة تقصر وتطول، وهذا مثبت السرعة وتحكم شاشة المعلومات اللي بالنص. شاشة المعلومات اللي بالنص تقريبا حجمها 4 انش. هذه كل الأشياء اللي تقدر تتحكم فيها بشاشة المعلومات. والطبلون 240، الرباقات فيها 6 رباقات. هذه البوري والله جميل الموتر ما شاء الله. وعندك هذه الشاشة 8 انش، عندك يا طول العمر والسلامة فيها النظام اللي هو أبل كار بلاي، ونظام حتى الأندرويد، وعندك يا طول العمر فيها كاميرا خلفية. والله شغل صراحة شغل،
عاد الشاشة بفصلها لكم إن شاء الله بالمقطع الثاني أفضل، بس هذا على السريع هتحكم كله بالشاشة. وعندك يا طول العمر فتحات التكييف، وعندك هنا مكيف مستقل، وفي شاشة هنا تطول وتقصر من هنا إلكتروني ومستقل للسواق والراكب، وهذا ستارت. وعندك يا طول العمر والسلامة عطينا المناديل، هذا مخرج اللي هو USB والOUX، وعندك بعد فيه شاحن وايرلس، بعد قالوا انه فيها شاحن وايرلس. يا سلام يا سلام، هذا الجير 6 سرعات للجير العادي والاوتوماتيك توبترونك طبعا، تسخين وتبريد، وضعية القيادة، وهذه الزر يسكر حساسات. الله بدعوا صراحة، بدعوا بالتصميم. ما فتحت التكييف، شوفي شلون جاية. وعندك يا طول العمر والسلامة في مراية فيها تعتيم، وهذه حقت الإضاءة، هذه قصدي بيت النظارة معليش، وهذه الإضاءة باللون الأبيض بعد. يا سلام والله شغل صراحة شغل. هذا فتحة، وكويس انه نسبة العزل يقول لك تغير عن نسبة العزل اللي قبل 60% تقريبا عن الموديل اللي قبل. صراحة شغل شغل عدل. طبعا هنا عندك هذا حامل الكواب وهذا الجرنط، وعندك يا طول العمر هذا مخرج حق USB. طبعا احنا يا شباب بدبي، ففي ناس بيفطرون وفي ناس بيكملون صيامهم، عشان ما حد يقول انه انك بتفطر ولا شيء. الخيار راجع للشخص اللي اذا بيفطر ولا ما راح يفطر، لان احنا بسفر على ما قام. وبس خل اوريكم الحين المرتبه خلفيه، انا ودي اشغل اطفيها واشغلها لكم. موريتكم المفتاح، المفتاح نفس مفتاح ستينجر، وفيها تشغيل عن بعد بعد. الله شيء صراحه، الموتر روعه. الاسعار بقول لكم الاسعار، طفت بشغلها لكم مره ثانيه. والله شيء ما شاء الله تبارك الله، الله شيء. شغل لكم النور وشغل لكم الصب. أوريكم المرتبة الخلفية الحين، وبوريكم الماكينة والشنطة. طبعا فيها شنطة، هذا شكله من فوق، وهذه المرتبة الخلفية. طبعا رجعتها انا لاخر شيء، هذا فتحة التكييف مخرجين، هذا شكل الطبلون من ورا. صراحة بالنسبة لي بدون مبالغة اعجبني الموتر، انا تعجبني التصاميم صراحة السيارة، بغض النظر كورية صينية اي شركة، تصميم زين بمدحه. هذه افتح لكم الشنطة، شوفوا فليشر جاي وين؟ جاي هنا، لمبة الريوس وفليشر كلهم تحت، بصورهم لكم بالليل. شوفوا اسطب روعة صراحة، توصلت الاسطب هذه معطيتها فخامة. وهذه الشنطة، وهذا سبير نفس الشكل اللي ورا. وبوريكم الماكينة، الماكينة طبعا 4 سلندر، و اللي معنا هذه مكينة الـ2000 قوة الأحسن 150، الموتر روعة. وهذا النور بصوره لكم إن شاء الله بالليل، شوفوا LED الإشارة جاي هنا تحت، وهذا الليد النهاري جاي بنفس هنا النور. طبعا الستاندر ما راح يجي فيها أنوار LED، عادية هولوجين. وبس سلامتكم. الاسعار بقولها لكم ان شاء الله، والمقطع الثاني بينزل بالليل التجربة وكل شيء. طبعا في اشارة بمراية، وفي بصمة ذكية للبابين السواق والراكب. الليلة ان شاء الله بنزل لكم المقطع، هذا بنزله لكم الحين ان شاء الله. في امان الله وحفظه الكريم.